ليتيسيا عون، شاركت ببطولة العالم بكندا من شهر. لعبت على وزن 52 وعلى وزن كان فيه 43 لاعيبة من 43 بلد. ربحت 4 متوشة وخسرت الخامس. لعبت الأول ضد ألمانيا، الثاني ضد بيرو، الثالث ضد إسبانيا والرابع ضد فرنسا. خسرت مع روسيا على آخر 10 ثواني. ربحت الميدالية البرونزية، طلعت ثالثة بالعالم، وأكيد ثاني مرة رح تكون أحسن.